المشاهدين، سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن اصطدام المسيح بالمتدينين. وقبل أن أبتدئ بالقراءة من كلمة الله المقدسة الحية المباركة، دعني أشرح عن هذا المكان. أنا موجود على جبل الزيتون، جبل المبارك، المكان اللي كان يحلو للمسيح أن يأتي إليه. من هذا الجبل أعطى المأمورية العظمى للتلاميذ أن يذهبوا ويكرزوا ويكونوا شهودا لكل العالم. ومن هذا الجبل أيضا صعد إلى السماء. خلفي مدينة القدس القديمة، ترى كنيسة القيامة من بعد، أسوار أورشليم مع البوابة الذهبية أو البوابة الشرقية للهيكل، وفي أسفل الجبل بستان جتسماني، ومن خلفها كنيسة مريم المجدلية القبب المذهبة. وطبعا هذا الوادي العظيم هو وادي قدرون الذي يفصل بين جبل الزيتون ومدينة القدس القديمة. سأقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 11، وسأبتدئ من الآية 45. فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ونظروا ما فعل يسوع آمنوا به، وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع، فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، أنتم لستم تعرفون شيئا، ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. ولم يقل هذا من نفسه، بل إذ كان رئيسا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع مزمع أن يموت عن الأمة، وليس عن الأمة فقط، بل ليجمع أبناء الله المتفرقين إلى واحد. آية 53. فمن ذلك اليوم تشاوروا ليقتلوه. أعزائي المشاهدين، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل. مسطر عنه الوجوه، محتقر منا هنا، كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا. لا منظر فنشتهي، ولا جمال أو غنى، لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا. يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا. يسوع متوب طول المدى مليكنا. نعم ضللنا كلنا، ملنا إلى طريقنا، وهو عليه قد حمل أثامنا جميعنا. فصيق في الصلب كشا محتملا تعيرنا، عنا ودفن في القبر معشوق.
في إنجيل يوحنا نرى مرارا أن المسيح يصطدم بالديانة الزائفة وبالنفاق الديني للفريسيين أو المتدينين اليهود. أسباب كثيرة، منها حسد الشيوخ له، الآيات الكثيرة، الجماهير التي كانت تتبع المسيح في كل مكان. لكن توجد ثلاث أسباب رئيسية. السبب الأول السبب الديني أو أسباب دينية. لماذا يا ترى؟ لأن المسيح لم يعلم أو يتفق بتفسير الشريعة كما كان يعلم اليهود أنذاك في مدينة أورشليم. ثم أسباب سياسية، خافوا أن الرومان يأخذوا مكانهم ويضعوا المسيح متسلطا سياسيا. ثم أسباب اجتماعية، بالنسبة لهم من هو هذا النجار الذي جاء من الناصرة؟ معظم الطبقة الأرستقراطية والمتعلمين والمثقفين والمتدينين يأتون من أورشليم، فكانوا يسألون عن أسباب أو مؤهلات فقهية للمسيح. فهذه الأسباب مجتمعة جعلت منهم أولا أن يحسدوه ويغاروا منه، ثم أدى إلى ضغينة، ثم عداء، ثم اضطهاد، وكانوا يحاول أن يطردوه من مكان إلى مكان، وأدت هذه المحاولات إلى القتل. وأخيرا بعدما أقام العازر من بين الأموات رأوا أن الوضع أصبح خطير جدا، فقال قيافة ينبغي أن يموت واحد عن الأمة، فالتجأوا إلى الحيلة وإلى التعمد بقتل يسوع المسيح. حاول المسيح أن يشرح المعاني العميقة لشريعة الله ويطبقها على الناس أو يطبقها الناس على حياتهم بحسب روحها لا حرفها، أو كما يقول الكتاب المقدس. يسوع قال: جئت لا لأبطل ولا لأنقض الناموس بل لأكمل. جاء المسيح ليكمل شريعة موسى، شريعة موسى التي تلخصت في وصايا الله العشر. لم يأتي لينقض، لكن جاء ليشرح روح الشريعة، قلب الشريعة. وهذا التعليم نراه خاصة في إنجيل متى الإصحاح الخامس والسادس والسابع، العظة على الجبل عندما وعظ على الجبل. ثم حارب المسيح التقاليد الباطلة لليهود، قال للمؤمنين: اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أعمالهم أو أفعالهم. فحاولوا أن يضعوا أعباء وأحمال على الناس بالتقاليد الباطلة التي لا تنفع ولا تفيد أي شيء. ومن الهجمات الكثيرة اللي حاولوا يعترضوا فيها على المسيح هو يوم السبت، لأن المسيح كان يشفي يوم السبت. نحن نعلم بكلمة الله أن السبت مقدس، وأن السبت هو طاعة للوصية الرابعة، وأن الراحة نافعة للجسد، وأن هذا اليوم هو يوم للعبادة، أو كما يقول الكتاب عن السبت هو لذة، وأيضا هو علامة للعهد. لكن وضح المسيح أن الإنسان للسبت وليس السبت للإنسان، وأن يسوع المسيح هو رب السبت. مهما عمل كان يهتم بشفاء الأجساد، كان يعالج النفوس الجريحة والكثيرة، كان يعالج الأمراض، كان مهتم في حياة الإنسان داخليا، كان مهتم بالأجساد المريضة أكثر من اهتمامه من التنظيمات الدينية الكثيرة أو التقاليد البالية اللي كانت لا تنفع ولا تضر في هذيك الأيام، اللي سببت أعباء وحمل كثير جدا، إلى درجة أن المسيح اضطر أن يوبخ الفريسيين في إصحاح 23. وفي أحد المرات قال: هل يحل فعل الخير بالسبت أو فعل الشر؟ فمثلا في إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس نرى أن المسيح يأتي إلى بركة بيت حزدة ويشفي مريض ومفلوج كان له في المرض 38 سنة. فحكموا على المسيح أنه ليس من الله. ما هو السبب؟ لأنه عمل في يوم السبت. والأكثر من هذا، في إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع شفى الرجل المولود أعمى. والفريسيين يعلمون الشريعة والتوراة أن الكتاب يتنبأ أن الوحيد الذي يستطيع أن يفتح عيون العمي
هو المسيح. وعندما فتح عيني المولود أعمى اغتاظوا جدا لأنه فعل هذا الأمر يوم السبت، إلى درجة أنهم طردوا الشخص الذي شفي. لماذا؟ لأنهم قال أيعقل أنه الله بيسمع وبيستجيب لإنسان خاطئ لأنه حاول يتهمه يسوع بالخطية. فوبخ هذا الرجل الفريسيين أنهم مخطئين بحق يسوع المسيح، لأنه كان يبرئ وكان يشفي وكان يفتح عيون العمي. نحن نعلم أن الله خلق العالم في 6 أيام وفي اليوم السابع استراح، لكن كلمة استراح لا تعني الانقطاع عن العمل، فالله حي يعمل باستمرار، أي الخليقة قد كملت في 6 أيام. ثم أعماله المجيدة في العناية وفي الهداية في العدالة والمحبة ما زالت حتى يومنا هذا. قال يسوع أبي يعمل وأنا أعمل. ويقول أيضا أن الشمس تشرق كل يوم، الله يعطينا الشمس، يعطينا الهواء، يعطينا الماء، يهتم بحياة الإنسان يوميا. هذه أعمال العناية الإلهية التي تعبر عن نعمة الله. فأعمال الله هي أعمال يسوع، وأعمال يسوع هي أعمال الله. فإذا المسيحي هو صدى لعواطف قلب الله وصورة له طبعا التي تعبر عن شخص الله، تعبر عن طبيعة الله، تعبر عن قلب وأحشاء الله. فهذا الشيء لا ينقطع ولا يتوقف، بل عمل الرحمة لا يؤجل. حتى وبخ اليهود لو سقط حمارك أو ثورك في حفرة ألا ترحمه وأن تخرج من الحفرة؟ فكم بالحري البشر اللي هن أهم من الحيوانات جدا. ثم قال بتقليدكم أبطلتم وصايا الناس أو وصايا الله، لأنه كثروا التقاليد جدا. فمثلا شريعة يوم السبت أحطوها بعناية، وضعوا تقاليد كثيرة عن السبت، كم ميل تمشي، ماذا تعمل، ماذا لا تعمل، إلى آخره، اللي وضعت أعباء على الناس. وطبعا في إنجيل يوحنا نرى اصطدامات كثيرة لا يسعنا الوقت أن نتحدث في هذا الوقت. صدام حول الصلاة، كيف يران الناس أن لا نكرر كلامنا كالباطل، صراع وصدام حول الصوم، حول الطهارة الخارجية، أنه ليس شيء من خارج الإنسان ينجس الإنسان، بل كل ما يخرج من قلب الإنسان هو ينجس. ثم قال هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جدا. صراع وصدام حول الهيكل، صراع حول النفاق الديني، صراعات كثيرة التي أدت بالأخير الحسد الممزوج بالعداء أن يقتل يسوع. طبعا هذا كان بعناية الله والمحتومة ومشورة الله التي كان ينبغي أن المسيح يصلب في أورشليم، لكن نرى هذا العداء الشديد هنا في مدينة القدس لأنه عمل أعمال الله. عزيزي المشاهد، من جبل الزيتون مقابل مدينة القدس سنواصل دراستنا في إنجيل يوحنا الإصحاح 8. وفي هذه الحلقة سوف أتحدث عن المسيح والمرأة التي أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. كان الوقت صباحا في الهيكل، أحضروا هذه الإمرأة وسألوه سؤال يتطلب جواب ويتطلب قرار، فكان على المسيح يجيب. إذا قال ارجموها فيكون مناقدا ومعانديا للسلطة الرومانية، وإن قال لا ترجموها فيكون مناقدا لشريعة موسى. فسنكتشف بعد قليل جواب المسيح على هذا السؤال، لكن اسمح لي أولا أقرأ من إنجيل يوحنا الإصحاح 8 من الآية 2. ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم. وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم، هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟
قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه. وأما يسوع فانحنى إلى أسفل وكان يكتب بإصبعه على الأرض. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم: من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. فلما انتصب يسوع ولم ينظر أحدا سوى المرأة قال لها: يا امرأة، أين هم أولئك المشتكون عليك؟ أما دانك أحد؟ فقالت: لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع: ولا أنا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. سأواصل حديثي بعد قليل. لما أتوك بامرأة قد أمسكوها بفعلها، لما أتوك بامرأة قد أمسكوها بفعلها، رفعوا الحجارة في إدانتي يرجموها قاتلين، بناموس موسى تمسكوا وتناسوا ذنبهم الثقيل. فنظرت في حب لها وغفرت كل ذنبها، فنظرت في حب لها وسترت كل عيبها. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه. سنواصل حديثنا من إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن من جبل الزيتون. إننا ننظر إلى منطقة الهيكل، هذا المكان أحضر امرأة أمسكت في ذات الفعل وهي تزني. في هذه القصة قبل أن أشرح عنها، تكشف لنا عن ما في قلب المسيح من طهر ونقاء وصفاء، تعبر لنا عن حياة التسامح والمحبة ونعمة المسيح أيضا. ثم هذه القصة أو هذه الحادثة تظهر لنا سلطان المسيح العظيم، وأنه سيد كل الظروف، وأنه لا يهتز لأي أمر يحدث طارئ أو مفاجئ. ثم تظهر لنا النعمة التي تعطي الخطاة فرص للعودة والتوبة والرجوع إلى الله. بالمقابل الفريسيين المتدينين، هذه القصة تكشف لنا خبث الفريسيين، قسوتهم، سطوتهم، عدم أمانتهم وعدم نزاهتهم، خبثهم، مكرهم ورياءهم. من ناحية أخرى تظهر لنا جبن الفريسيين بالطريقة اللي تعاملوا فيها مع المسيح. إخوتي وأخواتي، كان المسيح في منطقة الهيكل في الصباح باكرا يعلم، فجاء وسط هذا الزحام لأنه الأسبوع الأخير وكانت المدينة مزدحمة جدا، وكثير من الناس اللي عندهم منازل كانوا يأجروها، وكثير منهم كانوا يناموا في الخلاء في الوعر أو في الحقول مثل هذه الحقول التي تطل على مدينة القدس، فكان فيها فرص لارتكاب مثل هذه الخطايا من الفحشاء وعدم الأمانة. فألقوا القبض على امرأة بسيطة مسكينة وأحضروها وأقاموها في الوسط في المكان اللي كان يسوع واقف يعلم فيه في منطقة الهيكل. كان الفريسيون باستمرار ودائما يحاولون أن يجدوا علة في المسيح، لهذا السبب كانوا يقاوموا دائما تعليم المسيح بسبب الحسد وبسبب الضغينة ضد المسيح، ولأنه لم يتمشى بحسب تقاليدهم أو تعليمهم. فكل هذه المحاولات باءت في الفشل. فلما فشلوا في مقاومة المسيح أو معرفة المسيح الفريدة، التجأوا إلى حيل أخرى،
التجأوا وألقوا القبض على هذه الإمرأة المسكينة وجعلوا من ضعف هذه الإمرأة وقود لتغذية نيران حقدهم وقلوبهم الفاسدة، فعرضوا بها وشنعوا بخطيتها لأنه أتوا بها علنا إلى منطقة الهيكل وأقاموها في الوسط. فنكتشف أولا عدم نزاهتهم وخبثهم وفساد قلوبهم وحيلهم. حاولوا أن ينصبوا فخا للمسيح، يعني أحضروا المرأة حتى يجدوا علة في المسيح، ليس فقط لأن المسيح معلم أدبي وأخلاقي. الشيء الثاني، نرى عدم عدالتهم، عدالة معوجة، عدالة عرجاء. ألقوا القبض على الإمرأة، فالسؤال أين هو الرجل؟ لماذا ألقوا القبض على الإمرأة وحدها ولم يحضروا الرجل؟ فالقانون ينطبق على الاثنين، أمسكا بعلة الزنا. الشيء الثالث، نرى الخداع الذي يتلون مثل الحرباء، وهذا هو الرياء، كان يعيش في وجين. قالوا للمسيح، موسى في الناموس أوصى أن مثل هذه ترجم. طب إذا كان موسى أوصى أنه مثل هذه الإمرأة ترجم، لماذا أحضرتوها إلى يسوع المسيح في الهيكل؟ لكن البشير يوحنا بوحي من الروح القدس علق على هذه الجملة، قال ليجربوه. وكلمة ليجربوه أي أنهم يتبعون إلى المجرب، والمجرب هي صفة إبليس. إبليس هو المجرب، أي أنهم حاولوا أن يسلكوا صفة إبليس. لهذا السبب أعزائي، امتلأ المسيح حزنا عليهم وانحنى على الأرض وابتدأ يكتب بصمت. كثير حاول أن يشرح عن انحناء يسوع على الأرض. نحن لا نعلم لماذا انحنى على الأرض، هل ليأخذ برهة لكي يحضر أو يجهز دفاعا عن هذه الإمرأة، أم هل هو كان يكتب شيء معين كما يقول النبي أرميا، الحائدون عني يكتبون في التراب، أم هو انحنى خضوعا وكأنه يستنجد بهم أمام هذه الإمرأة الضعيفة، أم انحنى كما يقول الكثيرون أنه كان يذكر خطاياهم. وعلى الأغلب هذا ما تم، لأن ضمائرهم تبكتت من بعد ما قام من الإنحناء، لكنهم كانوا بمصابرة ومحاولة يسألونه بإلحاح، لكنه كان صامتا. أحبائي، صمت المسيح كان أبلغ جواب. بعد ما قام المسيح صوب قذيفة إلى ضمائرهم، وبنوره كشف خبثهم ورياءهم وخداعهم وعدم نزاهتهم وعدم أمانتهم ورياءهم أيضا. قال لهم، من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وهذا سؤال عظيم جدا، مين منكم بلا خطية؟ مين منكم عنده الصلاحية أن يدين؟ ينبغي أن يكون بلا خطية. وطبعا لا يحق لأي شخص أن يجلس على كرسي الدينونة إذا كان في عنده خطية، إلا المسيح الكامل الأوحد. فبهذا السؤال، من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، هذا واضح أن المسيح أدانهم وأن جميعهم خطاة، وأن المسيح لربما نظر وصوب نظرته الصائبة النافذة إلى عيونهم وقلوبهم وفضحهم وكشف عن أمور في حياتهم لم يستطيعوا أن يقفوا أمام نظرات المسيح الموبخة الفاحصة الكاشفة، لأنه فضح وأراهم خطاياهم. هنا أحبائي نرى القضاة المتدينين يدخلون قفص الاتهام بسبب نظرات الفادي. ثم سأل المسيح الامرأة، أين هم المشتكون؟ لأنه قال، من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. فابتدأوا يتبكتون وخرجوا من هذا المكان، من الكبير إلى الصغير، مبتدئين من الشيوخ إلى أصغر شخص كان موجود في هذا المكان.
فإذا رجم المذنب يستلزم قاضي، فأين القاضي في هذا المكان؟ فالدعوة والقضية سقطت لأن المستكي عليها انسحب وكلهم انسحبوا، فإذا لا مدعي ولا شاهد. فهنا تحدث عن رحمة وتبرير وقضاء، برر هذه الامرأة وقال ولا أنا أدينك ولكن اذهبي ولا تخطئي فيما بعد. المسيح لم يتساهل مع الخطية، برحمته عالج خطية هذه الامرأة، لكن بعدالته قضى على هذه الخطية وأعطى الفرصة أن لا ترجع وأن لا تتساهل مع الخطية، لأنه بعد قليل سيموت من أجل خطاياها، لكن أجرة الخطية هي موت. عجيبة هذه القصة وعجيبة محبة يسوع ونعمة يسوع تجاه هذه الامرأة الخاطئة التي رأت الرحمة والتبرير ورأت إعلان براءتها، وطبعا أمرها أن لا تتساهل بالخطية، اذهبي ولا تخطئي فيما بعد. هنا تلتقي العناية الإلهية والقداسة الإلهية بأحط الدركات الإنسانية هذه الإمرأة الخاطئة لتقيمها من سقطتها ومن ضعفاتها، لأن الله يحب الخطاة، يكره الخطية، يدعو الخطاة لكي يأتوا إليه ويقبلوه مخلصا وربا. هذا الدرس أحباء، أن لا ندين الآخرين وأن لا نكون قضاة للآخرين، بل الدينونة كلها للرب. علينا أن نتحدث عن الرحمة والفرص الممنوحة للآخرين بنعمة ربنا يسوع المسيح. في الحلقة القادمة من برنامج إنجيل الإيمان سوف نتحدث عن لقاء المسيح ومريم التي مسحته بالطيب. سعدنا جدا لمشاهدتك حلقة من حلقات نور الحياة في برنامجنا اليوم. إن كان لديك أي سؤال أو إن كنت تود الحصول على المزيد من المعلومات، يمكنك أن تكتب إلينا على العنوان التالي لنور الحياة: صندوق بريد PO Box 30030 Toronto Ontario M6B4J2 كندا. يمكنك أيضا الاتصال بنا تلفونيا من جميع أنحاء العالم على الرقم 001-905-335-1534 أو اكتب لنا على البريد الإلكتروني info@lfan.com. الرجاء أن تذكر عنوان أو موضوع حلقة نور الحياة عند الاتصال بنا.